السلام عليكم أنصار الله. تعني استهداف المدمرة الأمريكية USS Grolvi في البحر الأحمر. لم تكن مشتركا في القناة فاشترك، وإذا كنت من المشتركين لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو. أعلنت جماعة أنصار الله اليمنية يوم الأربعاء أن القوات البحرية التابعة لها أطلقت صواريخ بحرية مناسبة على المدمرة الأمريكية USS Grolvi في البحر الأحمر. وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة العميد يحيى سريع في بيان له: سيتم استهداف السفن الحربية الأمريكية والبريطانية ضمن حق الدفاع المشروع على بلدنا وشعبنا وأمتنا، وتأكيدا على استمرار الموقف اليمني المساند لفلسطين. وأكد سريع الاستمرار في منع الملاحة الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة حتى وقف العدوان على غزة وكذلك رفع الحصار. وأعلنت جماعة أنصار الله اليمنية صباح الاثنين الماضي استهداف سفينة الدعم اللوجستي التابعة للبحرية الأمريكية USS بورلو في الخليج عدن. وقال المتحدث العسكري باسم أنصار الله يحيى سريع في بيان نشره على تيليجرام إن استهداف السفينة الأمريكية يأتي انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وضمن الرد على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا. وكانت جماعة أنصار الله اليمنية قد أعلنت في العاشر من أكتوبر تشرين الأول الماضي أنها ستشارك بهجمات صاروخية وجوية وخيارات عسكرية أخرى إسنادا للفصائل المقاومة في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة حال تدخل الولايات المتحدة عسكريا بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع. بالأخير إذا كنتم من المهتمين بهذه النوعية من الأخبار لا تنسوا الاشتراك لتتوصلوا بالجديد، وشكرا.